خيمة أجي تفطر، أبا كل يوم نستقبلوا العشرات ولا المئات من الناس، سواء كانوا بدون مأوى، سواء كانوا الناس يخدموا اسمها في لي شونتي، سواء كانوا ناس اللي عابرين. ما يخفلكش أنه المنطقة اللي نتواجدوا فيها فيها بزاف مستشفيات، فيها مؤسسات كذلك تاع الدولة، اللي يجوا من الولايات الداخلية سواء الهضاب العليا أو الجنوب ولا يجوا وتتزامن الوجود تاعهم مع الدعوة تاع فنانين، الدعوة تاع ممثلين، الدعوة تاع صحفيين، الدعوة تاع مسؤولين في مؤسسة الدولة سواء وزراء أو كانوا ولات أو عكو رؤساء بلديات. هي طريقة باش كيفاش نحسوهم باللي ماهمش معوزين، هما ضيوفنا وكامل السواسية. On envoie les bénévoles au marché de gros qui nous ramènent les dons. On a des récoltes aussi, on a des dons alimentaires par des entreprises nationales et étatiques et privées. Le menu se fait d'après la récolte des produits. Alors c'est chaque jour un challenge parce qu'on fonctionne. On fait manger plus de 1000 personnes et je travaille avec des bénévoles. C'est-à-dire que ce n'est pas des professionnels. نوجدوا طوابع نحطوا طباسه، نوجدوا الماكله حتى نوجدوا، ولكن نخلوا حتى الناس كامل اللي يفطروا كامل حتى ناكدوا باللي خلاص كامل الناس كلاو ونبداو يخرجوا باش حنا نبداو ناكلوا. لازم حتى نتاكدوا كامل يعني في الخير هذه هي. اول مره انا ندخل لهنايا يبورطونا بباب الواد، الحق ما جمعش جامي فطرت هنايا، سي لا بومييغ فوا. شفت استقبال مليح، ليكيب ما شاء الله، يعني يقوموا بالناس وما ي... واحد ما خلاوه يعني خرج، قاموا بهم كامل. انا ايتي اليوم جايه نقرا هنا في نقرا في بن عكنون، وهنا في رمضان الله غنحسو شغل انا في دارنا، انا في العام الثاني انا ونجو هنا لي زيتيديو انا وصحابي وقايمين بينا شغل انا في الدار، يتهلاو فينا وماكلة بنينة الله يبارك، كلش نقي بروف يتهلاو فينا مليح. المجتمع يتأسلم في شهر رمضان ويصبح لديه قابلية كبيرة على العطاء وتقديم كل أشكال العمل الخيري بما فيها تقديم ألبسة بأشياء كثيرة جدا، لكن بعد رمضان تغيب تلك الثقافة على أساس أنه المؤسسات التي كانت ترافق الفعل الخيري في رمضان يقل نشاطها، معنى ذلك أن المجتمع يعود لعادته لمستوى الفعل الخيري الذي تعود عليه والذي يتغير وفقا لتحولات الحاصلة في المجتمع. غالبية اليوم الفعل الخيري ما بعد رمضان قد نجده يمر عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، أي بمعنى أنه لا يثق في المؤسسات الرسمية ويركز بدرجة كبيرة على مساعدة المرضى، على إقامة عمليات جراحية لذوي الاحتياجات الخاصة بالدرجة الأولى. لذلك تتغير العمل الخيري، يأخذ صبغة السياق الذي يكون فيه، والسياق الأمثل في شهر رمضان هو الإطعام.